أسعد الله أعزائنا المشاهدين ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث المساء لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، في فقرتنا الأولى سنتحدث عما يدور في المساجد، هذه المساجد التي وجدت للعبادة، لذكر الله، لإقامة الصلوات، لكن يبدو لي أن إقحامها في مسائل سياسية بعيدة عما وجدت له يشكل مشكلة لا ندري أين تقف منها الدولة ووزارة الأوقاف. نناقش في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام مع ضيفنا دكتور حسن العمدي، عضو ملتقى الإخاء للحفاظ على صنعاء القديمة. مساء الخير دكتور. مساء الخير دكتور. هذا الموضوع يعني بداية اشرح لنا ما هو بالضبط حتى يستطيع المشاهد أن يفهم، وأيضا منذ متى بدأت هذه الظاهرة؟ أهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نشكركم في هذا البرنامج وفي هذه القناة، قناة الثورة، قناة الحرية، قناة الشباب. مشكلة المساجد هي من المشاكل التي تحدث عند الصراعات السياسية، حيث تقحمها أو يدخلها بعض الأطراف من أجل كسب ولاء سياسي معين أو توجه معين. والمساجد هي تعتبر في اليمن من أهم المنابر التي توجه الناس. مشكلتنا في صنعاء القديمة أنها مدينة اسمها مهجرة، والمهجرة معنى أنه من كان عليه قضية يدخل وهو آمن فيها. فمع المهاترات والوضع الأمني المتردي أصبحت فيها نوع من الخوف بسبب انتشار ظاهرة السلاح مع أشخاص لا يتجاوز أعمارهم 16 أو 17 عام. المشكلة في بعض المساجد بدأت بحساسيات بين أفراد وانتقلت إلى محاولة على السيطرة على المساجد أو فرض السيطرة عليها. فهذا مسجد الحرقان الذي يعتبر في أطراف صنعاء القديمة، هو من أصل صنعاء القديمة أو من أصل مساجد اليمن ككل، حدث فيه بعض الإشكاليات عن الفردية، إشكالية فردية من شخص ظهرت، فتطورت إلى مشاجرات بين اثنين بين ثلاثة، حتى تطورت إلى إغلاق المسجد لحلها المشكلة هذا وإيجاد حلول يعني مناسبة لها. يغلق المسجد فترة الصلوات، يعني يغلق تماما؟ أغلق المسجد تماما. وحتى أنه من بعض الأطراف جلسوا باب المسجد لمنع فتحه، فتح عن طريق وزارة الأوقاف وكذلك عن طريق قيادة المديرية في صنعاء القديمة ممثلة بالعقيد نجيب العذري، ولكن هناك طرف متعنت لا يقبل بأي حل. والآن أغلق حتى عودت أمين العاصمة. عاد أمين العاصمة وله أكثر من 4 أيام أو 5 أيام ولم نجد صدى أو حل هذه المشكلة، لأنها عندما لا تحل المشاكل بشكل قوي وجذري تنتقل العدوى إلى مساجد أخرى. وقد بدأت بعض المشاكل في 4 مساجد، أمانة العاصمة وكذلك قيادة المديرية لها علم بذلك، القيادة الأمنية نفس الإشكالية تتكرر، نفس الإشكالية تتكرر، تبدأ بالأفراد وتنتهي بإغلاق المساجد. طيب دكتور، اسمح لي فقط أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزملاء في قسم الإعداد. مشاهدينا الكرام، تقرير نعود إليكم. هجوم مستعر على مساجد العاصمة صنعاء ومنابرها تشنه جماعة الحوثي دون تمييز بين القائمين على تلك المساجد ولو كانت زيدية. ما يريده أتباع الحوثي هو السيطرة على منابر مساجد العاصمة وخصوصا صنعاء القديمة، وتمرير أفكارهم الداعية للعنف والقتل وترديد شعارهم المعتاد. ومن المتعارف عليه أن مساجد المدينة القديمة يقوم عليها رجال دين زيدية ويدرس فيها أصول المذهب الزيدي، فلماذا يسعى الحوثيون للسيطرة عليها
وتحت أي ذريعة هذا الهجوم، إن لم يكن للتحريض على العنف وإدخال السلاح والمقاتلين إلى مدينة لطالما جنح أهلها إلى السلام وطالبوا بالاستقرار. الغريب في الأمر أن الحوثيون يطالبون بإغلاق بعض المساجد الزيدية في حال عدم تمكنهم من السيطرة عليها بافتعال المشاكل في باحاتها، ويطالبون السلطات بإغلاق هذا الجامع أو ذاك بحجة وجود خلافات على إمامته. كيف ينظر الحوثيون إلى باقي أتباع المذهب الزيدي المؤمنين بالتعايش بين كل اليمنيين بعيداً عن التعصبات المذهبية الطائفية؟ وكيف للدولة أن تصمت على كل هذا العبث بحقوق مواطنيها التي يستبيحها الحوثي وجماعته في كل أرجاء البلاد؟ أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. دكتور حسن، يعني معروف أن مدينة صنعاء هي يعني المذهب الزيدي هو الأكثر انتشارا في هذه المدينة، إلى أي مدى لا يتفق الحوثي مع هذه المساجد التي مذهبها الزيدي، ربما يعني تختلف تياراتها السياسية؟ أعتقد أنه لفظ كلمة مذهب زيدي يعني لا تختلف مع بقية المذاهب نهائيا، ولا توجد في صنعاء القديمة أي مذهب آخر. كل مساجد صنعاء مساجد زيدية، إنما الآن الدخيل علينا هو المذهب الإيراني الاثنى عشري الذي يقوم على سب الصحابة واتهام أم المؤمنين عائشة. نحن في مساجد صنعاء تربينا على أيدي علماء كبار، على أيدي مشائخ، على أيدي حفاظ قرآن، كلهم زيديين، وأخذنا منهم الزيدية من أصلها، لأن الزيدية تدعو إلى التسامح، الزيدية تدعو إلى الإخاء، إلى التعايش. بينما المذهب الذي أتى الآن أو الأفكار التي دخلت الآن لا تدعو إلى التعايش نهائيا. يعني واحد من الشباب يقول يعني الصلاة يوم أنتم ويوم نحن، يعني جعل المسجد إيش؟ كمقايضة. لا يوجد مقايضة إذا في إشكالية مع أي إمام معين، المختص بها وزارة الأوقاف، ولكن الإشكالية الآن مع ما دخلت الأمور السياسية، وأركز في موضوع الأمور السياسية، كل طرف يريد السيطرة. الحوثي سيطر على مناطق في الشمال الذي هي صعدة وبعض أجزاء من بعض القرى، ويريد الآن يمد إيش؟ سيطرته. ما هو التاعي؟ لا يوجد أي حجة، لا يوجد أي بيان للناس ما هو الذي يريد. والآن نسأله ونسأل الدولة، ما الذي تريدون؟ مسجد مغلق إلى اليوم، ندخل في دائرة الظلم كلنا، ومن أظلم من عاش مساجد الله؟ فالدولة الآن مشاركة في الظلم ونحن مشاركين بالسكوت، لكن وفقنا الله عز وجل في ملتقى الإخاء أن تحركنا وعذرنا إلى الله عز وجل بأننا تحركنا وتكلمنا أنه لا يصح ولا يجوز. ذهبتم لوزارة الأوقاف؟ وزارة الأوقاف مثلت بالمكتب في المديرية لا يردون الهاتف، بل هواتفهم مغلقة. ذهبتم إليهم؟ ذهبنا مرار وجاءوا وزاروا المسجد مرار، ولكن المسجد لا زال مغلق. إذا كان فيه هناك خلل أو هناك مسبب، لماذا الدولة لا تقوم بدورها؟ لماذا وزارة الأوقاف لا تقوم إذا كان هذا الإمام أو ذاك عليه مشكلة في قضية الصلاة، في قضية الأخلاق، في الشرف، يقوموا بتغييره في أي لحظة؟ صحيح. لكن بدون أي سبب، بدون أي سبب، لا يوجد سبب إلى الآن. يعني ممكن تتحدث عن إيش؟ عن إغلاق هذا المسجد، إلا أنه هذا يريد أن يصلي بالناس فقط. يعني هناك إمام معين من قبل وزارة الأوقاف، وشخص آخر يريد أن يكون هو الإمام. تماماً. هكذا. تماماً. والدولة ساكتة. والدولة ساكتة، ولا ندري ما هو السر في السكوت. الآن قريب الشهر والمسجد مغلق، لصالح من ومن أجل ماذا؟ لأنه في نهاية الأمر إغلاقه بالنسبة لهم أفضل من فتحه وعدم السيطرة عليه. تماما. ولكن نحن ندعو السلطات المحلية وسلطات أمانة العاصمة إلى تحمل مسؤوليتها بقوة، ومن كان مخطئ من أي جهة أو من أي طرف كان عليها أن تضرب على يده حتى يكف عن هذه الأعمال الأيش الصبيانية، لأنها لا تصح ولا يصح السكوت عنها.
طيب برأيك دكتور كيف يمكن للدولة أن تفرض سيطرتها على بيوت الله؟ يعني ليس السيطرة وإنما تحيد هذه المساجد عن الصراع المذهبي والسياسي، يعني في نهاية الأمر هو بيت لذكر الله، إقامة الصلاة، يفترض أن يقف دوره إلى هنا، لكن أن يقوم بشحن الناس باستغلال عواطفهم، باستغلال القيمة الروحية لدى المواطن من حديث هذا الإمام أو ذاك يوجههم بكل بساطة. لذلك يعني ربما الطرف الآخر يسعى للسيطرة على المساجد لأنه يعي تماما ماذا يعني خطبة الإمام بالنسبة للشخص، ماذا تعني توجيهاته، ماذا تعني كلماته. أنت وضعت نقطة مهمة جدا. الآن نعاني في الجمهورية اليمنية ككل أو في الوطن العربي ككل أو في الأمة الإسلامية نعاني من مشاكل كبيرة وكثيرة. في صنعاء القديمة كخصوصية في صنعاء القديمة تعاني صنعاء القديمة من الكثير 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 من المشاكل. من هذه المشاكل توفير الخدمات الأساسية. يعني تخيلي شخص يبقى 5 ساعات 6 ساعات وهو ينقل الماء إلى بيته، شخص يبقى في الظلام 5 ساعات 6 ساعات، صنعاء القديمة لا تستطيع أن توصل لها ماطور أو توصل لها كهرباء أو توصل لها مياه. هذه مشكلة أو مشكلتين. مشكلة النظافة كذلك، لا يستطيع العامل أن يدخل إلى كل البيوت بحكم من تصميمها وحواشيها وضيق الطريق. الآن أصبحت مشكلة جديدة وهي السعي إلى السيطرة. فهذه كلها مجتمعات تؤدي إلى إيش؟ إلى كبت نفسي، إلى مشاكل نفسية بين الناس، إلى عدم استقرار كذلك، عدم استقرار في المواد أو الخدمات، عدم استقرار في الفكر، حتى يجعل الناس إيش؟ يدخلون في صراعات لا ندري يعني مداها أو لم جرحها هذا، الله أعلم. الذي يريد أن أقول في موضوع المسجد، المسجد ليس ملك لأحد، يفترض هو لله عز وجل، وأن المساجد لله. الآن عندما نقوم نحارب الله ونمنع ونغلق بيته، فمن نحارب؟ لا نحارب هذا المذهب أو نحارب هذا الطائفة أو هذا الفرد أو هذا الشخص أو هذا الجماعة، إننا نحارب الله عز وجل. ومن أظلم ممن منع مساجد الحوثي، مساجد الإصلاح، مساجد السلفيين؟ لا، مساجد الله. فهذا الإغلاق أو المنع هو ظلم. المشكلة بيننا وبيننا. المشكلة دكتور يعني يؤسفني أن أتحدث عن تقسيم ربما غير مقصود، ولكن كما قلت هناك مساجد خاصة للوهابين، هناك مساجد خاصة للإصلاح، هناك مساجد خاصة معروفة بانتماء أنها مؤتمرية، هناك مساجد حوثية. التقسيم الإداري والسياسي للبلد يصب أيضا على مستوى المساجد. يعني وأنا في هذه المنطقة أسمع جامع يصب في الطرف الآخر، الجامع المجاور له في خطب يوم الجمعة يسب في الطرف الآخر. هذه الإشكالية الحقيقية يعني ألا يفترض بالدولة أن تتنبه لها وتعرف أن يعتبر المسجد هو جزء من الإعلام، جزء من الخطاب الإعلامي الذي يوجه للناس، فبالتالي هل يمكن أن تضع رقابة حقيقية لما يحدث في المساجد؟ أريد أن أصحح أول المفهوم، مسجد إصلاحي، مسجد وهابي أو مسجد حوثي، لا توجد مسميات بهذه الأسماء، إنما يوجد أشخاص. الشخص هذا له انتماء معين، المفترض به أن يكون الإمام أو الخطيب كالطبيب. أنا لو كنت طبيب وأتى إلي شخص أقول أول أعمله للفحص وتحليل إنه حوثي أو إصلاحي حتى أعالجه؟ لا. فالإمام كذلك عندما يصلي هو يصلي بالناس جميعا، كل المذاهب وكل الطوائف وكل الأفراد يصلي بهم ويتوجه إلى قبلة. لكن اسمح لي اعتراض، يعني حتى أصل إلى النقطة التي طرحتها، قضية التقسيم هذا لم يأتي إلا في السنوات الأخيرة. هذا نتيجة إيش؟ نتيجة التوجهات السياسية، ونتيجة إيش؟ الخلط وعدم الفهم وعدم الوعي. لو نزور كثير من بلدان العالم لا توجد هذه التقسيمات نهائيا، ولكن بحكم الأفراد عندنا في اليمن وعدم الوعي صنفوا الناس، وبالتالي صنفت المساجد. لو تأتي إلى أي مسجد لا يمكن أن تجدي كل الناس في المسجد حوثي، ولا يمكن تجدي كل الناس في المسجد سلفيين أو إصلاح أو غيرهم. كل الناس يعني أو كل المساجد فيها طوائف مختلفة، ويتوجه إلى رب واحد، الفاتحة واحدة، والقرآن واحد، لا يوجد اختلاف، لكن الاختلاف في بعض الآراء السياسية. تكون هذا مجالها أين؟ خارج المسجد وليس في المسجد. طيب
طيب صمت الدولة ألا يتيح لأي طرف العبث بهذا المكان المقدس؟ أنا لا أقول صمت الدولة، أقول تعاون الدولة مع بعض الأطراف يجعل الموضوع يعني ليفتح الشهية لما هو أكبر وما هو أعظم. يعني عندما يغلق مسجد اليوم لصالح من ومن أجل من وما هي الفائدة؟ عطل المسجد الآن من أيش؟ من دوره أو من رسالته اللي يقوم بها، وهذا يعني يحتم على الدولة أنها تقوم بدورها. طيب دكتور، يعني في نهاية الأمر هل بالإمكان وجود قوانين أو يعني رقابة حقيقية منظمة ورادعة للتطرف أي كان، يعني خاصة الآن بما يظهر في صنعاء القديمة، يعني توجه النظر إلى صنعاء القديمة؟ هناك يعني الدولة تستطيع أن تقوم بالكثير، ولكن التجاذبات داخل الدولة نفسها لا يتيح لها تطبيق أي شيء. ولو كانت هناك ضوابط، لكن الضابط الرئيسي هو التقوى وهو الضمير. هنا يعني ندعو كل إخواننا كل الطوائف أنهم يتقوا الله عز وجل لمصلحة من غضب الله علينا، لا أتكلم غضب الدولة أو غيرها، غضب الله. طيب دكتور، يعني في نهاية الأمر أنتم كونكم عضو منطقة الإخاء للحفاظ على صنعاء القديمة، ما الخطوات الإجرائية التي ستقومون بها حتى يتم فتح المسجد، حتى يتم وجود رقابة لكل عابث من هنا أو هناك؟ قضية فتح المسجد يعني لا نهم بشكل كبير جدا، لأنهم الدولة تستطيع أن تفتح، المواطنين يستطيعون أن يفتحوا، لكن نريد حل جذري لهذه المشاكل حتى لا تنتقل إلى مساجد أخرى. ماذا ستقومون أنتم؟ ماذا ستعملون؟ نحن قمنا أولا بالوقفة الاحتجاجية، وللأسف يعني تم إبلاغ المديرية. أين وقفتم؟ أمام مديرية صنعاء القديمة، للأسف لم نجد أي تجاوب. انتهينا من الوقفة الاحتجاجية وذهبنا إلى مكتب مدير المديرية ولم نجد حتى الموظفين فيه، بل مغلقة المكاتب بحجة أن هناك احتفل المعلم. بقي المعلم أفضل من المسجد، بقي المعلم أهم من أرواح الناس، بقي المعلم أهم من هذا كله. نحن نحترم المعلم والمعلمة ولهم قدر كبير جدا، ونحن طيب عملنا في هذا. كم يعني بيجلسوا مغلقين؟ ما زال مغلقين من أجل احتفال المعلم؟ يعني أبلغنا المدير بأننا سنحضر ولم نجد حتى من يستقبلنا، رغم أن وعودهم لنا أنهم ستجدون أمامكم ولم نجد أحد. هذه عيب كبير جدا يعني في وجه مدير المديرية، وجه مدير المديرية يمثل أمانة العاصمة، أمانة العاصمة تمثل الدولة ككل. فنحن نرجو من الدولة أنها تتفاعل معنا، يعني كقيادات ووجهاء داخل صنعاء القديمة أن تتفاعل معنا وأن تولي هذا الموضوع اهتمام، لأن الوجهاء والوجهات الاجتماعية هي صمام أمان صنعاء القديمة. هل يوجد مظاهر مسلحة للحوثي في صنعاء القديمة؟ صراحة المظاهر المسلحة لم نعرفها منذ زمن طويل إلا في هذه الأشهر الأخيرة، وهناك يعني بعض الشباب يعني بحكم العصبية لهذا المذهب أو لذاك يقومون بتسليح أنفسهم من أجل ماذا؟ حتى من الأطراف الأخرى يعني. الذي رأيناه الآن هم الحوثي ولم نجد أحد غيره، إذا كان في أحد غيره يظهر لنا أو يظهر أمام الناس. لنا في صنعاء القديمة أكثر من فترة كبيرة جدا ولم نخرج حتى بسكين واحدة، والآن نرى البوازيك، نرى القنابل، نرى الأسلحة الآلية داخل صنعاء القديمة، داخل صنعاء القديمة بشتى أنواعها. لا يوجد أي وجود لأمن الأمن موجود، يعني لكن يتركهم يتمشون بالبوازيك بالقنابل تماما هكذا. ومدير المنطقة الأمنية تفاعل في كثير من الجوانب وينزل ويحاول أنه يضبط قدر الاستطاعة، لكن إمكانياتهم على ما ألاحظ محدودة، ومشكلة السلاح هي مشكلة في اليمن كاملة ليست. لكن يعني الأسلحة العادية، أما مسألة بازوكا يعني يتمشى بها، مشكلة قنابل، وتعتبر البازوكا الآن قد سلاح عادي. ما شاء الله. أيوة قدم بيعتبروها، إحنا نخاف إنه بعد المدفع والتبادل يصبح يعني يتمشى هو العيال للحديقة. أيوة. بها يؤسفني يعني نصل إلى هذا الحال دكتور حسن العمدي، ورسالة من هنا وجهها إلى الدولة، إلى الحكومة، إلى وزارة الداخلية، إلى وزارة الأوقاف، إلى متى الصمت، إلى متى العبث؟ يعني نجد كثير من المظاهر الخاطئة والتي تحتاج خطوات بسيطة من الدولة. تغضبون من بعض المصطلحات حين تطلق على هذه الدولة التي لا نجدها
لا أريد أن أكررها مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، شكرا لضيفي دكتور حسن العمدي، عضو ملتقى الإخاء للحفاظ على صنعاء القديمة، وشكرا لكم مشاهدينا. انتظرونا بعد الفاصل لاستكمال الحديث المساء. حين تتعرض للظلم أو التعسف وتسلب القدرة على الاعتراف، نفتح لك خطاً ساخناً نقرب فيه المسافة ونمنحك حق المواجهة. الخط الساخن، نسمع صوتك وننقل وجهة نظرك. تتابعونه من الأحد إلى الأربعاء في الأوقات التالية. نسلط الضوء على أخبار ونشاطات يمانيون في المهجر. نتحدث عن السينما وجديد أفلامها ومهرجاناتها العالمية. نتابع جديد ما توصلت إليه الدراسات العلمية حول العالم. ونبحث في اليوتيوب عن الترفيه، المتعة والمعرفة. كل هذا وأكثر تشاهدونه في برنامج بانوراما على يمن شباب. يأتيكم الجمعة الساعة 9:30 مساء ويعاد في الأوقات التالية. نافذة أمل يأتيكم الأحد في 8 مساء ويعاد في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة من حديث المساء. كنا مشاهدينا الكرام في حلقات سابقة قد تناولنا موضوع إضراب القضاء، العدالة الضائعة والمنشودة من قبل الكثير من لديهم قضايا معلقة في المحاكم. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ صقر السماوي، أمين عام نقابة المحامين اليمنيين. مساء الخير أستاذ صقر. مساء النور. بداية دعنا التقرير جاهز، نشاهد هذا التقرير أستاذ صقر ونعود للاستديو. إذا سمير فارق إجمال مدير النووي بجريمة إهانة لأمين الدولة محل قرار التعامل بند أول. ثاني، إذا سمير فارق إجمال بجريمة إضرار العرب
25 لصاحب المصدر بتاريخ 25/11/2008 بالمقابل في احكام القانون. إضراب القضاة في اليمن يدخل أسبوعه الرابع على التوالي، ومعه يدخل الموقوفون احتياطاً أسبوعهم الرابع أيضاً في الحبس، كون القاضي الذي أمر باعتقالهم لا يزاول مهامه في المحكمة بسبب الإضراب. دون لو كان ما فيش إضراب إن احنا خرجنا، لأن باقي معي أنا بالحكم الإعسار حقي جلسة واحدة. من أين يطلب هؤلاء عدالة إذا كان ظالمهم وسجانهم قاضٍ؟ وهذا الإضراب ليس الأول في سلسلة إضرابات السلطة القضائية. هذا الشاب لا زال في المعتقل منذ 4 أشهر بسبب قضية شجار عادي حتى قوله. 4 أشهر محبوس في قضية مضرابة، ما فيش حاجة مضرابة بس. المحامون أيضا كان لهم موقف من إضراب القضاء، فبالإضافة إلى عرقلة تنفيذ الأوامر القضائية وطول مدة التقاضي جراء عدم سرعة البت في القضايا جراء إضراب القضاء، وبالرغم من كون الإضراب الذي يقوم به القضاء حقا دستوريا، إلا أن للمواطنين حقوقا تتعلق بالضمير الإنساني وبقيم العدالة التي يرتكز عليها عمل القضاء. يعني إذا ما فيش دوام ولا نكشو قضيتنا نطلب بالإفراج عنا بالضمانة إلى حين يتم الدوام. وكما يقال في القاعدة الفقهية، درء مفسدة تعطيل العدالة جراء الإضراب مقدم على مصلحة هيبة القضاء، حيث باستطاعة القضاة جلبها عن طريق حكم قضائي إذا ما التزم القضاة بأداء أعمالهم. فهل يقدر ضمير القاضي معاناة هؤلاء المغلوبين على أمرهم الذين لم يجدوا استجابة من رجال العدالة، فقرروا رفع معاناتهم لرجال السياسة علهم يجدوا شيئا من الإنصاف الغائب عن المحاكم؟ راشد رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة بضمانة عادة القضاء بعادة فك الإضراب أو بالإفراج بالضمانة أو بإفراج على المحابس بالضمانات حتى يتم الإضراب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك أستاذ صقر. أستاذ صقر، اتهمتم من قبل القضاء بأنكم تخليتم عنهم في مثل هذا الموقف وفي إضرابهم بالتحديد. أولا أنا أريد أن أؤكد أن الخلاف بيننا وبين الأخوة القضاة ليس خلاف حول الأهداف أو حول ما يطالب به من استقلال القضاء. فنقابة المحامين كانت السباقة أصلا قبل القضاة وقبل أن ينشأ نادي القضاة الذي لم يمضي على نشأته وقت قصير. نقابة المحامين هي أول من طالبت باستقلال القضاء، هي من طالبت بإيقاف عسكرة القضاء أو ما يعرف بعسكرة القضاء في مصطلح القضاء، لأنه كان يتم تعيين كثير من العسكر ولا زالوا موجودين الآن في القضاء. الإشكالية بيننا احنا خلاف بيننا هم ليس في الغاية ولكن في الوسيلة. هم يريدون أن يسلكوا لتحقيق هذه المطالب وسيلة غير مشروعة. أنا أيضا لي ملاحظة على ما ورد في التقرير عندما قال أن الإضراب حق دستوري، هذا كلام غير صحيح. الإضراب بالنسبة والقضاء حين استضفناهم قالوا أنه لديهم حق دستوري. لا أنا أوضح أولا أن الإضراب في نشأته التاريخية نشأ للعمال في مواجهة أصحاب الشركات الخاصة، لأن الإضراب الغرض منه ما هو؟ أنه عندما تتواجه مصلحة خاصة مع مصلحة خاصة، أنا أبحث كعامل أن أضرب لكي أضغط على رب العمل يحقق لي مصالح مقابل أنه سيحصل على مصالح مني، لكن الموظف العام بشكل عام سواء كان قاضي أو طبيب أو أي يعني في أي منشأة يعني مرفق عام لا يجوز له الإضراب، لأن 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 الإضراب الذي سيقدمه في مواجهة المرفق العام يعني. لكن من المتضرر؟ المتضرر المواطن، لأن المرفق العام دائما يقدم خدمة عامة للمواطنين ولا يقدم أيضا الموظف العام هناك قانون يجيز له أن يذهب إلى القضاء الإداري في الدولة وينال حقوقه عبر القضاء، ليس بحاجة إلى أن يضرب حتى لا تربطه بالمرفق العام أو بالنظام أو بالجهة التي يتبعها الحكومية علاقة عقد عمل، وإنما قانون ينظم العلاقة بينه وبين الدولة. إضافة إلى هذا أن قد يقول البعض أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن نقول أن هناك نص قانوني ورد في قانون العقوبات جرم هذا الفعل، قال أنه ترك الموظف العام لعمله أو يعني امتناعه عن أداء عمله بقصد عرقلة العمل أو الخلل بالصدامه يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس 3 سنوات. طب يعني هم قضاء أكيدا هذه القوانين يعوها جيدا، فعلى أي أساس يتصرفوا بهذا الشكل؟ والله أنا للأسف يعني احنا يعني طرحنا هذا الكلام، قلنا لهم إذا كان معكم نص قانوني يجيز هذا الكلام يعني افيدونا به. إذا كان أنتم تبحثون عن
عن مصلحه معينه او مصالح معينه حقوق معينه نحن لسنا ضدها. نحن معكم في ان لا ننتزعها ايضا, خاصه اننا نعلم ان السلطه القضائيه خلال عقود ماضيه من الزمن هذه تراكمات, كان هناك اتجاه للسيطره على كل السلطات ما فيها السلطه القضائيه, وكانت السلطه القضائيه مغيبه وانتزع استقلالها ونحن نعلم هذا الكلام, وهذا كان من ضمن الاسباب التي ادت الى اندلاع الثوره مؤخرا الشبابيه. لكن لا يعني هذا اننا في هذا الظرف بالذات الدوله تعلمين ان السلطه التنفيذيه مثلاً بالحكومه او يعني تعيش حاله غياب نتيجه المحاصصه والتوافق. البرلمان ايضا الان اطول برلمان في يمكن ربما دخل موسوعه جينيس في طول المده 12 سنه الان او 11 سنه. يعني فقط كانت بقي الدوله يعني الدوله عباره عن ثلاث سلطات, قضائيه تشريعيه تنفيذيه. اذا كانت السلطتين التنفيذيه والتشريعيه هذا حلهما, السلطه القضائيه الان بإضرابها والشلل الكامل لكل المرافق أدى إلى أن الآن أصبح دولة بلا سلطات. طيب أستاذ صقر, يعني شاهدنا في الاستطلاع بعض المحبوسين الذين يعني ليسوا في جرائم جسيمة ومنظورين, محبوسين احتياط أو كما يقول على ذمة التحقيق, كيف التصرف معهم في ظل الإضراب الذي يعني يجعلهم يبيتون أيام طويلة في السجن دون وجه حق؟ هذا صحيح, هذه من ضمن الإشكاليات, وما رأيتم هو ربما يكون جزء في نهاية الأمر بالأصل, خاصة أنه حسب معلوماتنا أن الآن أقسام الشرطة بدأت بالتوقف عن استقبال يعني عن استقبال أي شكاوى, عن اتخاذ أي إجراءات في حق كثير ممن ارتكبوا جرائم, بحجة أنه لا يعني أنه أن الدستور لا يجيز يعني لا يجوز له إلا أن يبقيه 24 ساعة ثم يعيله على النيابة. الآن ايضا السجون في الاقسام الشرطه امتلأت, يقول انه ليس لدي قدره لاستيعاب مساجين جدد. الاشكاليه الان ايضا انه الابقاء على اي شخص محبوس اكثر من المده المصرح بها بالقانون يعتبر جريمه. النيابه الذي يمتنع الان عن انه يستقبل حالات او يبقي المتهم الذي قد احيل من قبل الاضراب في السجن خلاف المده القانونيه يعتبر مرتكب جريمه. ولا ما الحل معهم طيب الآن؟ لا يوجد حل. الحل أنه أنا أيضا في نفس الوقت أؤكد أنه يستغرب أيضا أنه موقف السلطة التنفيذية الذي يعني رغم أن الآن القضاء يدخل في يعني قد يقارب الشهر الآن ما مضى على الإضراب دون أن تحرك السلطة التنفيذية ساكن, سواء يعني سواء بالتواصل مع مجلس القضاء أو مع نادي القضاة أو مع القضاة يعني ومحاولة حل الإشكالية بالاستجابة إلى ما تعد مطالب مشروعة أو بما يمكن للدولة أن تستجيب لها في ظل الظرف الراهن. هذا أيضا جعل الإخوة القضاة يعني يعالجون الخطأ بخطأ, وهذا غير صحيح. والمشكلة أنهم الآن طيب معنا على الهاتف انضم إلينا القاضي رضوان العميسي, يسمع إلينا منذ بداية الحلقة, المسؤول الإعلامي لنادي القضاة فرع أمانة العاصمة. مساء الخير سيد رضوان العميسي. مساء النور وأهلا ومرحبا بك والضيف الكريم. أهلا بك سيدة القاضي. سيدة القاضي, يعني المأساة تتفاقم يوما بعد يوم, المساجين الذين هم احتياط يشكون حالهم, الكثير من القضايا الإنسانية معلقة بسبب الإضراب, في نهاية الأمر لا يتضرر إلا هذا المواطن, إلى أين أنتم ماضون؟ أحييك وأحيي ضيفك الكريم مرة أخرى وأقول لك يؤسفني أن أتحدث وأنا قاض, لكن ربما أن أشكي لك مثل شكواك. فنحن في البداية لا ننكر الضرر الذي يحصل للمواطن, لكن حقيقة أن خروجنا أو إضرابنا ليس الأول طبعا, وقد سبقه عدد من الإضرابات وكلها كانت في أمور استراتيجية في إطار السعي لإصلاح السلطة القضائية. وأقول أننا خرجنا بداية في 2011 وانتهى الإضراب إلى أمر استراتيجي في إطار إصلاح القضاء, هو تعديل قانون السلطة القضائية الذي نقل صلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وأتبع بحكم دستوري أخرج وزير العدل بغض النظر عن شخص الوزير من مجلس القضاء الأعلى, وهذه في إطار إصلاحات استراتيجية للقضاء قد لا يمسها البعض, لكن ممكن الأخ المحامي أن يحدثك عنها ويقر بذلك. نحن في هذا الإطار وفي إطار السعي المتواصل لإصلاح القضاء وما حصل مؤخرا طبعا وصلنا مرحلة ضعف وصار القضاء ضعيف وتوالت الاعتداءات مؤخرا على شخص القاضي وعلى مقرات القضاء
في يعني صورة لم يسبق لها مثيل تمثل ذبحا للعدالة من الوريد إلى الوريد. طيب هل هذا حل سيادة القاضي؟ دعيني أكمل، دعيني أكمل على أن توضح السبب. أنا أقول لك خلال الثلاث الأشهر الأولى 48 اعتداء على القضاء، حتى وصلنا إلى مرحلة أن القضاء يحاكم ولا يحاكم، يختطف ولا يرد المختطفين، ضعيف فأنا له أن يوصف الضعيف من الأقوياء. ولهذا خرجنا في مرحلة استراتيجية نرى، وأقول أنا هل ينكر أي شخص أن حماية القاضي ومقار القضاء شرط لإقامة العدالة أم لا؟ الكل يقول نعم. هل نحن عن إذنك هل نحن مسؤولون عن الخلل الأمني؟ سيادة القاضي يعني هذا الكلام اسمح لي سيادة القاضي يعني سمعناه مرارا يعني مع ضيفي في الحلقات الماضية ونحن نتحدث عن الإضراب، نفهم ونعي تماما لما هذا الإضراب، نشد على أيديكم في أن هناك لابد من هيبة للقضاء ولابد من وجود قضاء عادل حقيقي، ولكن في نهاية الأمر هل ستصلون إلى هذه المطالب بمعاقبة المواطنين؟ يعني أنت قلت لي أن القضاء وصل إلى مرحلة إضعاف غير عادية، هل نستقوي على المواطن الغلبان يعني نزيده بؤسا على بؤسه؟ أنا أقول لك في هذا الشأن المفترض وفق أبجديات الأمور أن المسؤولية الدولة وأن القضاء يجب أن يحمى من الدولة. المفترض لو أن هناك حكومة سعيد مجرد أن تحصل حادثة واحدة أن تجتمع لتعرف السبب وتقوم بالعلاج، لكن أنا أحدثك عن 48 حالة اعتداء أنت باختطاف القاضي من منصة حكمه ولسبب يحاكم القاضي لماذا تحكم بكذا، لم يحصل مثيلا لها في العالم. ومع ذلك تقف الدولة عاجزة دون أن تحرك شيئا وتكتفي بأن تجعل من نفسها وسيطاً قبلياً لإخراج القاضي. أي هوان وصلنا إليه؟ اضطرنا هذا أن نخرج بالإضراب حتى نجبر هذه الدولة أو تسمع أو لعل الصمم أن يرفع عن أذنها أو أذنيها فتدفع طيب. للقضاء سيادة القاضي يعني حتى يقوموا بالعدالة. دعني أحول الحديث للأستاذ صقر الذي حدثنا بداية حوارنا عن عدم مشروعية الإضراب، تفضل الأستاذ صقر. اولا يعني انا اكد على مساله عدم مشروعيه الاضراب وان اضراب القضاة واضراب الموظف العام يعتبر في حد ذاته امر مجرم، يعني هذه مساله يعني مفروغ منها لانه وفق النص الماده 165 عقوبات. اضافه الى اني يعني سمعت من الاستاذ من القاضي رضوان مساله انه هم سعوا الى اصلاح القضاء وانه من ضمنها ما ورد من حكم الدائره الدستوريه والانتزاع من وزير العدل. هذا الكلام صحيح، لكن انا اقول في المقابل اني استغرب ان مجلس القضاء يعني ان نادي القضاة في الوقت الذي يسعى لجعل مجلس القضاء هو المسؤول وفي حين يخرج في بيان امس ويؤكد ان امرهم بيد ناديهم وليس بيد مجلس القضاء. الان ما يحدث نادي القضاة يعني سحب المسألة من تحت وزير العدل وأراد أن يتغول نادي القضاة على مجلس القضاء وأن يستولي على سلطات مجلس القضاء ويصبح هو المتحكم في شؤون القضاة، مع أن نادي القضاة لم يرد في الدستور أنه هو المسؤول عن السلطة القضائية أو أنه من يشير أمورها، وإنما من يشير أمورها مجلس القضاء وفقا للدستور. يعني نحن نريد مجلس قضاء قوي صحيح، لكن لا نريد مجلس قضاء أيضا أن يكون أن يتغول عليه نادي القضاة، لأن نادي القضاة يفترض أنه نادي يعني في الجانب تحول إلى نقابة يعني بالضبط، لكن لا يتحول إلى أنه هو الذي يدير. يعني مثلا نفاجأ اليوم الأول في يعني في الصفحة الإخبارية لنادي القضاة في الصفحة الإخبارية لنادي القضاة أن هناك منشور يقول أنهم لن يقبلوا بأي حركة قضائية ما لم تعرض على نادي القضاة أولا. يعني المسألة هنا الآن نادي القضاة أصبح يريد ان يضع نفسه المتحكم في او الذي يسير على هذا، خلافا يعني انا اتفق معه ان احنا بحاجه الى مجلس قضاء قوي، لكن ان يكون امره بيد النادي هذا امر غير دستوري وغير صحيح. هذه واحده. الثانيه عندما يتحدث عن انه في اعتداءات على القضاة، انا لا اقول انه انا مع الاعتداءات على القضاة، او هذه جريمه ويجب طبيعي. جريمه ويجب ان يسلك في مواجهتها. اذا القضاة هل يستطيع طيب. القضاة ان يتخذوا نعم. قرار لا او لا لا نعم. القضاة الان الى الان اذا كان في اخر جريمه حصلت هي جريمه اختطاف القاضي السروري رئيس المحكمه الجزائيه بحقه، الان الى الان النيابة والقضاء لم يحرر حتى محضر إثبات واقعة، لم يتخذ أي إجراء تحقيق في الواقعة، لم يصدر أي أوامر قبض قهرية على الجناة، لم يقم هو بواجبه أصلاً في مواجهة
هذه الجريمه يعني في الاجراءات التي حتى المطلب مطلبهم بقاله مدير امن حجه او مسؤول الامن في محافظه حجه بيدهم يعني هذه المطالب. القانون هو اكد انه اذا لم يستجب اذا كان العقوبه التي اوقعتها الجهه الاداريه في الماده 85 وما بعدها في القانون الجريمه الجزائيه انه اذا كانت العقوبه الاداريه التي اوقعتها الجهه الاداريه غير كافيه على مرية الضبط القضائي أو أنها لم تستجيب الجهة الإدارية لهذا المطالب فإن النائب العام يطلب إسقاط صفة الضبط القضائية وأنه عندما يصدر حكم بصفة الضبط يعني بإسقاط صفة الضبط القضائية سواء كان دائما أو مؤقتا فإنه يترتب عليه يعني قانونا عزل المأمور الضبط من منصبه يعني دايرك سيتحقق طيب المطلب عبرهم. أستاذ يعني اسمح لي قاضي رضوان بس كان في نقطة يعني لو سمحت لي بس أكملها أيضا هو يتحدث الآن عن أنا أقول يعني يتحدث أنه القضاء اعتدوا عليهم 46 حالة أنا أقول له الآن كم حصل اعتداء على رجال الأمن والجيش في الفترة الماضية قتلوا بالمئات إن كان ما يحصل هو مثلا يعني اعتداء على قاضي حصل اختطاف قاضي حصل تعرض لكن رجال الأمن والجيش قتلوا بالمئات هل معنى هذا أنه الجيش والأمن يضربوا ويرقدوا في بيوتهم؟ حتى القضاة الآن لو تلاحظ أن الإضراب المشروع والذي هو العمال يشترط عليهم أن يضربوا في داخل المنشآت في حين الإخوة القضاة الآن يغلقوا المحاكم بالسلاسل ويمنعوا الدخول إليها يعني حتى لا يداوموا في مقرات عملهم ويشعروا الناس ويقولوا إحنا مضربين يعني أخذوا من الإضراب وسيلة وراقدين في البيوت يعني أصبح المسألة أشبه بإجازة. طيب اسمح لي يا أستاذ صقر أعود إليك قاضي رضوان كثير من النقاط طرحها الأستاذ صقر يعني يهمني أيضا جزئيات أنت تتحدث عن ضعف القضاء وأنتم بأيديكم من تضعفونه يعني بيدكم اتخاذ قرارات بيدكم سلطة عليا تستطيعون إقالة من لم يتم محاسبته تستطيعون يعني لديكم سلطات واسعة لماذا لم تتخذوها أيضا نقطة الإضراب يعني الذي تحدث عنها كم قتل من الجيش والأمن ومع ذلك غير معقول أن يضرب جميع أفراد الجيش والأمن كيف ترد؟ الأستاذ بيتكلم وكأننا نحن الدولة بكلها يعني الجيش والأمن يعني معناته على القضاء أن يحمي الجيش والأمن وعلى القضاء أن يوفر جيش لا 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 لم يتحدث هكذا سيادة القاضي اسمح لي هو ضرب مثال أستاذ أنا أقول لا لا عفوا أستاذ رضوان عن إذنك يا أستاذ لا اسمح لي أوضح لك الفكرة هو لم يقل أن أنتم تحموا الجيش هو ضرب مثل أن الجيش أيضا يقتل منه الكثير فهل عليه أن يضرب أيضا يعني أنتم قلت لي 45 حالة كم قتل من حالة اعتداء ليست قتل كاملة يعني كم قتل من أفراد الجيش تفضل مع احترامي وإجلالي وتكبيري لرجال الجيش والأمن البواسل لكن يختلف وضعهم عن وضع القضاء في قضية الحماية ومع ذلك أنا أقول لك ما يحصل لهم هو بسبب تكبير الدولة أو الحكومة القاضي هو ملجأ الناس جميعا الضعيف يلجأ إليه والخائف يلجأ إليه ليؤمنه تخليتم عنهم سيادة القاضي تخليتم عن هؤلاء الذين يلجؤون إليكم أنا أقول لك عن إذنك أنا كيف سأؤمن شخص وأنا خائف أحتاج إلى حماية أنا أقول لكم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لما لا تقومون بواجبكم أوليس المطلوب منا إرساء العدل أنا أقول لكم المطلوب منا إرساء العدل لحظة سيادة القاضي لو سمحت أنا أتحدث إليك بصيغة مباشرة أرجو الرد بصيغة مباشرة لا تمطط لي الحديث والأمن وما أمن كلنا بحاجة إلى الأمن رد لي لما لم تقوموا بواجبكم في مسألة الضبط القضائي في مسألة إصدار أوامر بعزل أشخاص معينين لما لم تقوموا بتحقيق في الجريمة التي تمت يعني أنتم تخاذلتم أنتم أولاً خلاص أنا أقول لك لأن كل ذلك يحتاج أن يكون القاضي آمن حتى يتخذ هذه السلطات وفي ظل الظروف التي وصلت إلى اختطاف القاضي من منطقة الحكم لا يستطيع القاضي أن يمارس عمله ولذلك فنحن باقول حتى يوفر الأمن ونستطيع أن نؤدي عملنا كلام غير مقنع طيب سيادة القاضي النقطة يعني في نهاية الأمر يبدو لي أنكم مصرون على موقفكم فبالتالي لا أستطيع إلا أن أخاطب ضمائركم لا ترضوا لهذا المواطن الذي أنت قلت بأنكم ملجأه الوحيد بأنكم عونه وسنده في كثير من القضايا فهل تتخلون عن يعني لا أظن أن ضمير القاضي يعني وأحسبه كذلك أنه أعلى ضمير يفترض به بيده كثير من المسائل الشخصية والقانونية والجنائية الحل بيده وأنتم تتخلون عن هؤلاء الناس اثبتوا لهم حبكم لهم واهتمامكم بهم حتى يقفوا بجانبكم لكن بهذا التخلي الجميع ضدكم سيادة القاضي اسمح لي بهذا القول أستاذ صقر ماذا تقول؟
ما أقول أولاً أنه حتى الإضراب أنت عندما تضرب مع تأكيد على أنه غير مشروع، لكن عندما تضرب ينبغي جزئي يفترض يعني على أولاً يعني حتى في قانون العمل لم يجز لهم الإضراب مباشرة، أكد أنه يجب أن يبدأوا بتعليق الشارات ثم بالإضراب الجزئي. أورد قانون العمل في المادة 150 أنه في المنشآت ذات التي تقدم خدمة عامة لا يجب أن يوفر فيها حد إجباري من الخدمة، بمعنى أنه أوجب في المنشآت التي تقدم خدمة عامة، هي منشآت خاصة تقدم خدمة عامة، أوجب أنه لابد أن يتوفر فيها حد إجباري من الخدمة. القضاة الآن أوقفوا القضايا المستعجلة، قضايا المساجين، كل شيء، أبطلوا كل شيء، يعني أصبح المسألة يعني كأنهم بهذا يعاقبون من؟ المواطن. لمن المصلحة من وراء أنه يتوقف القضاء، أنه الناس يتركوا اللجوء إلى القضاء؟ لم يعد لدي الكثير من الوقت، يعني معناته وكأن القضاة يريدوا أن يقولوا للناس الآن إحنا مضربين، إذا توجهوا ليش؟ الإنسان عندما يلقى إلى القضاء ما هو مقابل أنه ترك حقه في أن يأخذ يده، أن يأخذ حقه بنفسه، لأنه وجد القضاء سينصفه. لكن عندما يترك عندما القضاء يتنكب ويدير ظهره للمتقاضين، فمعنى هذا أنه معناته أنه يقول الناس الآن روحوا خذوا حقكم بأيديكم، وكأن احنا تسيود شريعة الغاب ومبدأ قانون القوة. وهذا الكلام أنا لا أعتقد أنه يرضي القضاء. أترك الفرصة لك سيدة القاضي رضوان، كيف تطمئن الناس أنكم يعني يكفي أننا نجد تهاون شديد وصمت غير عادي من الدولة، فلا تقفوا معهم في هذا التهاون في قضايا الناس، ماذا ستقول للمواطنين الذين ينتظرون عودتكم؟ احنا نقول للمواطنون نحن نسعى لإيجاد قضاء قوي عادل فعال، نحن نسعى لإيجاد القضاء الذي يستطيع أن يكون الناس أمامه سواسية. الأستاذ يحدثنا طبعا عدم المشروعية كلام غير صحيح، والأصل أن الإضراب جائز ولا يوجد نص يحرمه وهو مقبول. يوجد نص سيادة القاضي، لو سمح لي أقرأ له من القانون، من القانون هذا الذي يطبقه القاضي في تونس وأضرب القضاء في مصر. أقول لك نحن نسعى لإيجاد قضاء عادل نزيه قوي يستطيع أن تصل يد العدالة إلى الجميع. سبب المشاكل اليوم في هناك أيادٍ تعبت هنا وهناك وصلت كل مكان لم يستطع القضاء أن يصلها. نحن نقول المشاكل بسبب ضعف القضاء، نحن إلى إيجاد قضاء قوي عادل نزيه، إيجاد الحماية للقاضي تقوي القضاء، إيجاد الأمن للقاضي يقوي القضاء ويضمن العدالة. طيب اسمح لي سيادة القاضي، وصلت رسالتك، وصلت رسالتك أستاذ رضوان، اسمح لي أن أقرأ عليك، وأنا متأكدة أنك تحفظ القانون جيدا. مادة 165 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بالغرامة 1 كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة، أو امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه. رقم 2 كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه. رقم 5 كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شيء لنفسه أو لغير قهرا عن مالك يدعنا من ذلك. قانون الجرائم والعقوبات، هذا القانون اليمني، كيف تقول لي بأنه مشروع؟ الكلام واضح يا أستاذ، الكلام واضح، بيتكلم عن هدف العرقلة. نحن نقول وهذه ليست عرقلة، مصالح الناس معلقة في ذمتكم يا قاضي، لا تستهينوا بها، مصالح الناس حاجاتهم، المحبوسين بالأشهر. يعني سألتك بالله تابعت معي الاستطلاع أستاذ رضوان، عفوا رضوان، يعني الاستطلاع لثلاثة أو أربعة مساجين. أنت الآن تستعطفون باسم الضعفاء والمساكين، لماذا وجد حاجز ما ضعيف ومسكين؟ لأن هناك في البلد طائفة أخرى هم الأقوياء، هم الذين تمتد أيديهم إلى كل مكان والقضاء أن يصل إليهم. يفترض أن يصلح القضاء لتبوية القضاء حتى يكون الناس كلهم تواتي أمام القانون وتقولون لنا نحن مخطئون. يا سيادة القاضي، أنتم من توجهون السلطات الأمنية في نهاية الأمر، أنا لا أدري، يعني أشعر أن المسألة عنادية أكثر من أي شيء آخر. يعني في نهاية الأمر لا يوجد لدي الكثير من الوقت، استمعنا لكليكما، بس معي نقطة واحدة، نقطة أخيرة ستصفها. أنا أريد أن أوضح أن المادة 131 أكدت أن كل من يعمل على كل من يعني يستخدم التهديد أو أي وسيلة أخرى لمن أي من السلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية من مباشرة مهام سلطاتها الدستورية
تعتبر هذا فعل مجرم ايضا الماده الذي قلتها. واؤكد ان هذه واؤكد ان ما قام به نادي القضاة يعني انتهى الوقت نقطه واحده. نادي القضاة قال في في في, في, في بيانه انه كل اي قاضي سيداوم يتم ابلاغهم بالاتخاذ بشان الاجراءات، بمعنى انهم حرموا حتى القضاة الذين لا يريدون من هذا الحق. سياده القاضي شكرا لك، موقفكم ضعيف امام الجميع، ففكروا في الامر جيدا. استاذ صقر السماوي امين عام نقابه المحامين اليمنيين، شكرا لك. القاضي رضوى العميسي المسؤول الاعلامي لنادي القضاة فرع امانه العاصمه. مشاهدينا الكرام، كان لدي لقاء سابق مع وزير التربية والتعليم، أترككم لمتابعته، لنلتقيكم في حلقة الغد، كونوا برعاية الله وأمنه.